مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم. بكلم معاكم السيد فلاح، بكلم حضراتكم من محكمه جنايات اول الاسماعيليه. اللحظات الاخيره قبل النطق بالحكم على سفاح الاسماعيليه المتهم عبد الرحمن نظم الشهيد عبد الرحمن دبور، كانت اولى جلساته السبت الماضي واجلت الى الاثنين الماضي لاطلاع محامي المتهم على اوراق القضيه. واستمعت محكمه جنايات الاسماعيليه الى دفاع المحامي المتهم في هذه القضية والتي استمرت أكثر من يعني قرابة 3 ساعات، وأجل المستشار أشرف محمد علي حسين النطق في الحكم إلى جلسة اليوم والتي ستبدأ بعد لحظات. يعني هقول لحضراتكم يعني النهاردة أمام يعني بعد قليل سوف ينطق المستشار أشرف محمد علي حسين الحكم على المتهم عبد الرحمن دبور في هذه القضية، ونحن أمام ثلاث سيناريوهات هقولها لحضراتكم الآن. يعني لإما يعني ينطق، إما يعني يحول أوراقه إلى مفتي الجمهورية، أو إنه يؤجل النطق في الحكم، أو إنه يعني يحكم بالمؤبد استنادا إلى تعاطيه المواد المخدرة. زي ما حضراتكم شايفين الكل ينتظر بدء النطق في الحكم على سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور. زي ما حضراتكم شايفين يعني اهتمام إعلامي واسع لتغطية هذه المحاكمة التاريخية الكبيرة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، والمتهم متواجد الآن في القفص في انتظار سماع الحكم. يعني في انتظار خروج القاضي الآن المستشار أشرف محمد علي حسين للنطق في الحكم. بص انا مش عايز حد يعدل الحزينه دي الخشبه دي، بس استنى كده وبعد كده نخش. بس كده عايز اروح القفص، عايز اروح القفص، عايز اروح القفص. قضية واحدة ارجع تاني بس عدينا اقول لك ماشي. بس استاذ صلاح، صلاح بيه، صلاح بيه، انا على هوا عايز اجي عندك دقيقة وارجع تاني، دقيقة وارجع تاني، اوصل القفص وارجع تاني. دي عايز يجي ويرجع دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. على راسي من فوقي هرجع تاني على طول. طب انا حاضر. يعني مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، بنرصد مع حضراتكم اللحظات الأخيرة قبل بدء الحكم. عبد الرحمن نظمي قبل لحظات من النطق بالحكم. عبد الرحمن دبور يعني قبل لحظات من النطق بالحكم. مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، بنتابع مع حضراتكم تفاصيل هذه القضية، القضية الشهيرة التي شغلت الرأي العام والذي يعني انشهرت بمذبحة الإسماعيلية. بيظهر في القفص عبد الرحمن المتهم. أرجع تاني. عبد الرحمن يظهر هادئا في قفص، في القفص قبل لحظات من بدء المحاكمة. عامل ايه؟ حاضر حاضر، لسه لسه هو نطلع، لسه لسه هو قبل ما نطلع. مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان. طب وانت قول اعمل ايه طيب؟ قدامنا قد ايه يا استاذ هيثم؟ استاذ هيثم ماشي خلاص خلاص كده شويه تمام. محمود، محمود حسين، حسين خلاص يا محمود. القاضي سوف يا جماعه احنا دول ما ينفعش ان احنا نقف نضيع على بعض. قدامنا دي، قدامنا دي، قدامنا دي، قدامنا دي. خدني اشوفها استاذ هيثم. قدامنا دي ازاي؟ قدامنا دي. لحظات من النطق بالحكم. استاذ هيثم قدامنا قد ايه؟ لحظات من النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية. دقيقة واحدة؟ هنا في محكمة الإسماعيلية. مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في انتظار خروج القاضي. قبلها بدقيقتين عرفنا. طيب قبلها بدقيقتين عرفنا. ها؟ رفض، رافضين يا سمير.
يعني اهتمام إعلامي كبير جدا بتغطية هذه المحاكمة، محاكمة المتهم عبد الرحمن دبور المتهم في مذبحة الإسماعيلية لحظات، ويخرج القاضي يعني النطق بالحكم في إحدى واحدة من أشهر القضايا يعني التي شغلت الرأي العام مؤخرا. احنا نحن امام ثلاث سيناريوهات امام القاضي في النطق بالحكم. اما يعني تحويل اوراق لمفتي الجمهورية او مد اجل الحكم او الحكم بالمؤبد استنادا الى تعطيها المواد المخدرة، مخدر الشابو. فلكي قدامنا قد ايه؟ قبلها بس بثلاث، مش قبلها بثلاث دقايق، بص قبلها بثلاث دقايق عرفنا بس. يمكن يعني في انتظار خروج القاضي وبنحاول نستفسر عن موعد خروج القاضي، قدامه دقايق خلاص ويخرج القاضي للنطق في واحده من اهم القضايا التي شغلت الراي العام مؤخرا في محافظه الاسماعيليه في مصر بشكل كامل. يعني تشديدات امنيه داخل المحكمه وخارج المحكمه، يعني يوجد كمان اثنين امناء شرطه بجوار عبد الرحمن وتامين شديد، يعني جلسه وسط حراسة أمنية مشددة داخل وخارج المحكمة. هو ده ابن الفوق يا جماعة القاعة والمحاكمة. قول له في واحد اسمه في التوكيل راضين ان هم يدخلوا محامي المجني عليه، قول له بعد اذنك عايز استثني التقرير ده. انا عمال اقول من بدري يمكن القاضي قرر عدم دخول محامين سوى المختصين بهذه القضية فقط منعا للازدحام داخل القاعة. يعني زي ما قلنا لحضراتكم نشرت تقرير على اليوم السابع يعني امس ان القاضي النهارده امام ثلاث سيناريوهات، اما تحويل اوراق عبد الرحمن الى مفتي الجمهوريه او مد اجل الحكم او تحويل اوراق او الحكم بالمؤبد. يعني هنهي مع حضراتكم البث وهعود مع حضراتكم مره اخرى لحظات النطق بالحكم. استاذ هيثم، قد ايه بس قبلها بخمس دقايق قول لنا. تجهيزات أمنية مشددة. عبد الرحمن دبور داخل القفص وتشديدات أمنية كبيرة جدا داخل الجلسة، جلسة النطق بالحكم على المتهم عبد الرحمن دبور المتهم في مذبحة الإسماعيلية. وزي ما انتم شايفين يعني محامين المجني عليه وعبد الرحمن لحظات، ويبدأ القاضي في النطق بالحكم في واحدة من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام وهي مذبحة الإسماعيلية. عبد الرحمن في جلسة السنة الماضي احتضن والدته وبس على إيدها ورجليها وقال يا ريت تسامحيني ده اللي حصل. كمان حضن شقيقته ويعني كانت لحظات كان بيستشعر إن هو مش هيشوفهم تاني. بشكر حضراتكم، عود مع حضراتكم مره اخرى مشير التلفزيون السابع للحظه النطق بالحكم. انتظرونا، عود مع حضراتكم في بث جديد.